الدرس الرابع، جمع الأعداد الصحيحة وطرحها. نشاط واحد في الدوري الوطني الفلسطيني للمحترفين في لعبة كرة القدم، كانت نتائج إحدى الفرق من حيث الأهداف كانت كما يأتي: سجلت 22 هدفا في مبارياته، وسجل في مرماه 8 أهداف بفارق 14 هدفا. ألف، اكتب الأعداد الصحيحة في الجملة السابقة. ب، أمثل التغير في أهداف الفريق على خط الأعداد. جيم، أتأمل التغير في أهداف الفريقين. ألاحظ أن سالب 8 زائد 22 يساوي كم؟ كيف حصلنا على العدد 14؟ نشاط 2، ألاحظ الجمع من خلال خط الأعداد. سالب 3 زائد 3 يساوي 0، ثم أكمل. سالب 7 زائد 7 يساوي 0، سالب 2 زائد 2 يساوي 0. بطريقة أخرى يمكن استخدام قطع العد الآتية، حيث تمثل العدد الموجب وتمثل حيث الموجب تمثل العدد الموجب والسالب تمثل العدد السالب، بحيث تمثل كل قطعتين مختلفتين في الإشارة عددين متعاكسين ومجموعهما يساوي 0 كما يأتي. أفكر وأناقش، حاصل جمع العدد مع معكوسه يساوي 0. نشاط 3، أجد ناتج سالب 5 زائد 8 باستخدام قطع العد ثم أكمل. سالب 6 زائد 7 يساوي 1، 4 زائد سالب 2 يساوي 2، 10 زائد سالب 15 يساوي سالب 5. نشاط 4، لإيجاد ناتج 4 زائد سالب 7 باستخدام خط الأعداد. أحدد العدد 4 على خط الأعداد. أنتقل إلى اليسار 7 وحدات كما يأتي. من خط الأعداد ألاحظ أن 4 زائد سالب 7 يساوي سالب 3. بما أن القيمة المطلقة للسالب 7 أكبر من القيمة المطلقة للأربعة، إذن إشارة الناتج سالبة، ومنها 4 زائد سالب 7 يساوي سالب 3. أتعلم عند جمع عددين صحيحين باستخدام خط الأعداد. نحدد العدد الأول ثم ننتقل إلى اليمين لجمع عدد موجب، وإلى اليسار لجمع عدد سالب. عند جمع عددين مختلفين في الإشارة نجد الفرق بين قيمهما المطلقة، وتكون إشارة الناتج حسب إشارة العدد الذي قيمته المطلقة أكبر. نشاط 5، أجد ناتج ما يأتي: ألف 51 زائد سالب 44 يساوي 7، ب 343 زائد سالب 127 يساوي 216، جيم سالب 565 زائد 19 يساوي 546، دال 78 زائد سالب 2 يساوي 76. نشاط 6، أجد ناتج سالب 3 زائد سالب 4 باستخدام خط الأعداد. أرسم خط الأعداد، أحدد العدد سالب 3 على خط الأعداد. أتحرك إلى اليمين 4 وحدات، ألاحظ أن سالب 3 زائد سالب 4 يساوي سالب 7. أمثل العددين بعدد كرات مناسب حسب الأعداد. أجد الناتج بعد الكرات التي تمثل العددين. أتعلم عند جمع عددين متشابهين في الإشارة، أجمع العددين وتكون إشارة الناتج حسب إشارة العددين. نشاط 7، أكمل ناتج الجمع في الحالات الآتية: ألف سالب 3 زائد سالب 5 يساوي سالب 8، ب سالب 19 زائد سالب 22 يساوي سالب 41، جيم
سالب 7 زائد سالب 10 يساوي سالب 17، د 8 زائد 45 يساوي 53، ه سالب 3 زائد سالب 8 يساوي سالب 11، واو سالب 5 زائد سالب 2 يساوي سالب 7. نشاط 8، باستخدام خط الأعداد أكمل ناتج ما يأتي: ألف سالب 7 ناقص 4 يساوي سالب 11. أحدد العدد سالب 7 على خط الأعداد ثم أتحرك لليسار 4 وحدات. سالب 6 ناقص سالب 5 يساوي سالب 1. أحدد العدد سالب 6 على خط الأعداد ثم أتحرك لليمين 5 وحدات. أتعلم عند طرح عددين صحيحيين، أحدد موقع المطروح منه على خط الأعداد، ثم أنتقل إلى اليمين لطرح عدد سالب ولليسار لطرح عدد موجب. أو عند طرح عددين صحيحيين نقوم بإعادة كتابتها باستخدام الجمع، تحويل الطرح إلى جمع المعكوس، ثم نطبق قاعدة جمع الأعداد الصحيحة. نشاط 9، أكمل سالب 3 ناقص 1 يساوي سالب 4. سالب 7 ناقص سالب 3 يساوي سالب 4. 5 ناقص 6 يساوي سالب 1. 9 ناقص سالب 11 يساوي 20. نشاط 10، ألف يمكن استخدام قطع العد في إيجاد سالب 4 ناقص سالب 2 كما يأتي: نحذف منها قطعتين فيصبح الناتج ب، بالتعاون مع أفراد مجموعتي أجد ناتج سالب 6 ناقص سالب 3 باستخدام قطع العد، نحذف منها 3 قطع المتبقي 3. جيم، هل تستطيع استخدام قطع العد في إيجاد ناتج 4 ناقص 10؟ نعم، بعد التحويل للجمع يساوي 4 زائد سالب 10 يساوي 6. نشاط 11، اكتشف الخطأ. أوجد عمرو وهبة ناتج سالب 15 ناقص سالب 18، فأيهما كانت إجابته صحيحة؟ أفسر إجابتي: هبة سالب 15 ناقص سالب 18 يساوي سالب 15 زائد 18 يساوي 3. هبة حولت الطرح لجمع مع المعكوس الجمعي للعدد سالب 18. عمرو، سالب 15 ناقص سالب 18 يساوي سالب 33. عمرو لم يحول الطرح لجمع، وأن المعكوس الجمعي للعدد سالب 18. تمارين ومسائل: 1، السؤال الأول، أجد ناتج كل مما يأتي: ألف سالب 5 زائد 3 يساوي سالب 2، ب 12 ناقص 24 يساوي سالب 12، جيم 0 ناقص سالب 126 يساوي 126، دال سالب 27 ناقص 31 يساوي سالب 58، ها سالب 13 زائد سالب 22 يساوي سالب 35، واو 35 زائد 17 يساوي 52. السؤال الثاني، أجد ناتج كل مما يأتي باستخدام خط الأعداد: ألف سالب 8 زائد 4 يساوي سالب 4، ب سالب 4 ناقص 8 يساوي سالب 12، جيم سالب 8 ناقص سالب 4 يساوي سالب 4، دال سالب 4 ناقص سالب 8 يساوي 4. السؤال الثالث، يعمل عمر في مصنع للتمور، فإذا نزل المصعد من الطابق الثاني 5 طوابق إلى الأسفل، أكتب العدد الدال على الطابق الذي وقف فيه المصعد. الطابق الثالث تحت الأرض،
يعني سالب 3. السؤال الرابع: ألف، أكتب جملة جمع لعدين صحيحيين مختلفين بالإشارة يكون فيها الناتج سالب 7 زائد سالب 10 يساوي سالب 3. ب: أكتب جملة طرح لعددين صحيحيين موجبين يكون فيها الناتج سالب 3 ناقص 5 يساوي سالب 2. السؤال الخامس: محمد طالب جامعي يحصل على 90 دينار شهريا، صرف منه 20 دينارا خلال الأسبوع الأول للاشتراك في رحلة علمية للبحر، وعندما حضر جده حصل على 20 دينارا إضافية في الأسبوع الثاني، اشترى كتب بمبلغ 15 دينار في الأسبوع الثالث، وصرف 10 دنانير في الأسبوع الرابع لشراء هدية لأمه، كم دينارا بقي مع محمد في هذا الشهر؟ مع محمد يساوي 90 ناقص 20 زائد 20 ناقص 15 ناقص 10 يساوي 90 زائد 20 ناقص 20 ناقص 15 ناقص 10 يساوي 110 ناقص 45 يساوي 65 دينار. السؤال السادس: إذا كانت س تساوي 2 وص تساوي سالب 3 وعين تساوي 0، أجد قيمة كل مما يأتي: ألف عين ناقص سين زائد صاد يساوي ألف عين ناقص سين زائد صاد يساوي صفر ناقص اثنين زائد سالب ثلاثة يساوي سالب اثنين زائد سالب ثلاثة يساوي سالب خمسة. ب: اثنين سين زائد صاد اثنين ضرب اثنين زائد سالب ثلاثة يساوي 4 زائد سالب 3 يساوي 1. 7 عددان صحيحان مجموعهما سالب 8، فإذا كان العدد الأول 6 فما هو العدد الثاني؟ 6 زائد س يساوي سالب 8، س يساوي سالب 8 زائد سالب 6 يساوي سالب 14. 8 أفكر، هل 4 ناقص سالب 4 يساوي سالب 4 ناقص 4؟ أفسر إجابتي: 4 ناقص سالب 4 يساوي 4 زائد 4 يساوي 8. سالب 4 ناقص زائد 4 يساوي سالب 4 زائد سالب 4 يساوي سالب 8. غير متساويان الطرح ليس تبديلي.